اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في، وتشجيعا للشباب وشابات المنطقه هنا متابعي قناه شوف تي في في قلب محل اللي دايره بنت الشعب، فكنحييه هو كذلك. واكيد ومؤكد متابعي قناه شوف تي في ان عندهم يعني كسيوات غزالة تبارك الله عليهم، واكيد ان الثمن يعني كيبدا عندهم تقريبا من 50 درهم. وهنا متابعي قناه شوف تي في نخليكم وكذلك مع هذه الانواع والاشكال ديال هذه الكسيوات اللي عند هذه الشابه بنت مدينه الرشيديه، وحيث هنا غادي نقولوا مباشره من مدينه الرشيديه شابه بنت الشعب دايره محل لبيع الملابس، والكسوه كتبدا ب 50 درهم وربما انه كاين عندها حتى اقل من 50 درهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حياك الله. مرحبا بك معنا. حياك الله. يلا قولي لنا يعني فين كاين المحل ديالك، وقولي لنا الاثمنه اللي كاينين. المحل ديالي كاين في ترقه جديده. الناس راه الناس الرشيديه عارفين ترقه جديده فين كاينه. العنوان بالضبط جاف، والناس طالعين مع شويه ديال الحبيب يوصلوا حتى للشعبي كاش ويدخلوا غيلقاوني قدامهم. والاثمنه عندي الكساوي وب 50 درهم، و اونسومبل دو بياس و 3 بياس ب 50 درهم، جميع انواع العبايه ب 50 درهم، لي تيشيرت والقميجات ب 30 درهم، وصايات لي طوندونس دابا اللي عندهم الافتحام من القدام حتى هما ب 50 درهم. يعني تقريبا ما عندكش شي حاجه اكثر من 50 درهم؟ لا ما كايناش شي حاجه اكثر من 50 درهم. جلالب حتى هما، جلالب حتى هما ب 50 درهم بحال هذا الموديل هذا ب 50 درهم. يعني واش هذه بروموسيون درتيها؟ بروموسيون درتها انا بمناسبه الدخول المدرسي، والبنات جاوا لافاك و ومرحبا بالجميع. وهاد لي تيشورت هادو ب 30، هادو 30 درهم. هادو ب 30 درهم، والعبايات من هاد الجهه ب 50، وحتى البيجامات، حتى البيجامات دو بياس ب 50. يعني تقريبا كنشوف عندك ان الاثمنه كاينه هنا فقط غير ب 50 درهم و 30 درهم. اكثر من 50 درهم؟ لا ما كاينش، كاينش اكثر من 50 درهم. ومرحبا بالجميع. وهذه بروموسيون عندها غير وقت محدد، ماشي دائما، غير حاليا وصافي. وكنتمنى توفيق للجميع. توفيق للجميع والتشجيع. حياك الله تبارك الله عليك. نتمنوا اننا نشجعوها متابعي قناه شوف تي في ونقولوا لها تبارك الله عليك، فمثل هاد الشباب اللي بغينا يعني في منطقه او اقليم الرشيديه تشجيعا لهم متابعي قناه شوف تي في باش انهم يديروا مشاريع خاصه لهم، وكسيو يعني حتى الساكنه انها تلقى يعني واحد الاثمنه اللي هي زوينه، وتلقى اثمنه اللي في المتناول ديال ساكنه مدينه الرشيديه، في علم انه يعني ما كايناش 100 درهم هنا ولا 60 درهم ولا 70 درهم، كاينين فقط غير 50 درهم 30 درهم، وكذلك حتى بالنسبه للتيشيرت وعبايه بهذا النوع هذا الشكل هذا باش تلقاه يعني ب 100 ب 50 درهم. فتبارك الله عليهم. واش هذا الشيء يعني كتجيبوه من شركات ولا منين كتجيبوه؟ كنتعاملوا مع معامل. معامل؟ نتعاملوا مع معامل. وبالنسبه يعني واش كاين اقبال بخصوص يعني؟ الحمد لله كاين اقبال، كما كتشوف راه درت دابا برومو تقريبا دابا دوزو. كتشوف السيبورات راه خواو، يلا غيجيو البنات يعاودوا يعلقوا داك الشيء اللي بقى. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا للمتابعين ديال القناه شوف تي في. حياك الله. وشكرا شوف تي في. ما عندي ما نسال، كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله والسداد في المسيره ديالك. فبغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يشجعوا كل يعني كل بنت وكل شاب، كل شابه وكل شاب يعني دار واحد المشروع خاص به، سواء ديال المأكولات، سواء سواء ديال المأكولات، سواء يعني ديال الملابس، سواء يعني اي حاجه يعني دارها شي شاب. الا كنتمنى متابعي قناه شوف تي في انكم تشجعوه وتوقفوا بيديه. فحياكم الله، والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، وحتى لا يخفى على الجميع ان المحل يعني فين كاين قالت يعني في تارقه، علم وخدرت يعني الصول ديال كلشي ب 100 درهم الا هو الثمن يعني داير 50 درهم غير حاليا. حاليا يعني حاليا باش ما نزربكش. لا حاليا. حاليا يعني 50. عندها خواجو. شنو سميت المحل؟ شنو سميتي المحل؟ محل رونق الاميرات. رونق الاميرات، ولو ان يعني مازال البلاكه يعني ما كايناش، ولكن الاسم ديال هذا المحل هذا رونق الاميرات، واللي جاي في تارقه الجديده، وهذا هو هذا هو المكان يعني في تارقه الجديده اللي جيت تقريبا على الشارع. سميت هذيك البلاصه؟ لا
حدا البارافارماسي حدا الشعبي كاش والدكتور اشرف الدحماني كتدخل تلقاني اون فاسلي. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين. العلاقه اخوات تبارك الله عليك، نتمنى كل شيء اخوه باش يجي من جديد. فحياكم الله وتبارك الله عليكم والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، وكيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي تدعيما لهذا الشابه ولاي شاب في منطقه او في اقليم الرشيديه، فكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله. واكيد متابعي قناه شوف تيفي نتمنوا له ان شاء الله يعني التوفيق والسداد، وهذا هو الاثمنه اللي كاينه حاليا بمناسبه الدخول المدرسي 50 درهم و 30 درهم. واللي ما عرفش العنوان يقدر يصيفط ليا في واتساب اللي هو 07 14 67 61 39. عاودي الرقم 07 14 67 61 39. رقم الهاتف متابعي قناة شوف تي في، رقم الواتساب، رقم اي الواتساب يعني رقم الهاتف ديال الواتساب هو 07 14 67 61 39. فحياكم الله والشكر الجزيل. العنوان ومرحبا بالجميع. فالشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، ونتمنوا لهم متابعي قناه شوف تي في التوفيق والسداد، وحياكم الله. هذا هو بثي من قلب حي تارقه الجديده اللي كيشهد كثافه وكذلك سكانيه كبيره وساكنه طيبه، ونتمنوا لهذا الشاب التوفيق والسداد ومزيد ان شاء الله من العطاء. فحياكم الله وتبارك الله عليكم.